فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا رقية فرحات من تركستان الشرقية. لقد تربيت منذ صغري في عائلة دينية، فحفظت القرآن الكريم كاملا قبل اكمال سن 16 من عمري. بعد حفظي للقرآن بدأت بتلقين وتحفيظ القرآن للطلاب الأصغر مني سنا. وفي إحدى الليالي أثناء تحفيظي للقرآن في مدينة أورومجي، تم اعتقالي مع طلابي 15 والذين كانت تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما. بعد اعتقالنا قاموا بحجزنا داخل غرفة تحت الأرض مع عدم توفير أي طعام أو شراب لنا ولمدة 3 أيام. وبعد ذلك بدأ الاستجواب، فبدأ معه التعذيب بشتى أنواعه ليلا ونهارا من حرمان طويل من الطعام وما إلى ذلك. أثناء التعذيب قاموا بإطلاق الكلاب البوليسية على الطلاب، مما أدى إلى وفاة 3 طلاب وطالبتين لشدة خوفهم وفزعهم. بعد وفاتهم قام الصينيون الظالمون بجرهم من سيقانهم مع إذلالهم عن طريق الرفس والبسط عليهم، ثم أخرجوهم بعد أن وضعوهم داخل أكياس قمامة سوداء. استمروا باستجوابنا دون منحنا أي وقت للنوم أو الراحة فيه، فكانوا يأخذوننا للاستجواب حتى بعد منتصف الليل. وطبعا لم يخلو الاستجواب من التعذيب، فكانوا يعذبوننا عن طريق الكهرباء، الضرب بالعصي، وخلع الأظافر، كما أنهم كانوا يحرقون أجسادنا عن طريق سجائرهم ويطلقون المسامير في أيادينا وغير ذلك من أنواع التعذيب التي لا تعد ولا تحصى. وبسبب تمسكنا بديننا رغم ما مررنا به من أشد أنواع التعذيب، قاموا باغتصاب المعتقلين فتيات كنا أو فتيان. لذا قام 5 أو 6 فتيان من زملائنا بالشجار مع الصينيين لعدم تحملهم ذلك الذل فقتلوا فورا. أكثر ما أثر علي هو استمرار الصينيين بإذلال زملائنا الشهداء ورفسهم والبسط عليهم حتى بعد موتهم ورميهم داخل أكياس قمامة سوداء أمام أعيننا، ثم هددونا بأن نهايتنا ستكون أشد وأقسى من نهايتهم إن لم ننحني لهم ونطع. ما ذنبنا؟ ذنبنا أننا كنا نصلي ونقرأ القرآن فقط لأننا كنا نمشي في طريق الحق. ومن أشد ما أثر علي هو حين أطلقوا 3 كلاب علينا، قامت الكلاب بعضنا 2 أو 3 فقط لكونها كلاب، ولكنها توقفت بعد ذلك بفضل رحمة الله تعالى رغم تعرضها لضرب الصينيين. ومن ما أثر علي أيضا امرأة كانت بال30 من عمرها، ولعدم انحنائنا لهم رغم ما تعرضنا له من ظلم وإهانة، أخرجوني إلى غرفة تتواجد فيها امرأة واحدة
أروني تلك المرأة التي لا أستطيع وصفها، فقد كانت معذبة لدرجة أنها فقدت نصف صدرها، ولكنني حين نظرت إلى وجهها وجدت أنها امرأة شديدة الجمال تعلوها ابتسامة على وجهها. هددوني مرة أخرى بأن نهايتي ستكون كنهايتها إن لم أنحني لهم. لم ننحني لهم أبدا، فقتلوا 30 فتى وفتاة أمام أعيننا ووضعوهم داخل أكياس قمامة سوداء. استمروا بتعذيبنا، ولعدم انحنائنا لهم رغم التعذيب الكهربائي قاموا بإدخالنا السجن المائي، والذي بقيت فيه 6 أشهر. كنت أقضي في ذلك السجن على الأقل 5 ساعات يوميا، كما كنت أقضي أحيانا أكثر من 6 ساعات. ورغم ذلك التعذيب الشديد لم يستطيعوا جعلي أنحني لهم ولو لمرة واحدة. كانوا قد حكموا علي بالسجن 9 سنوات، ولكن بسبب مرضي الشديد لما قد تعرضت له من تعذيب، ولإيقانهم بأنهم لن يستفيدوا مني أبدا وبأنني سأموت عاجلا غير آجلا، قاموا ببيعي لخالتي ب70,000 يوان بعد أن أكملت 4 سنوات في السجن. قبل خروجي من السجن كانوا قد قتلوا والدي وإخواني بتهمة أنهم معارضون لهم، كما أنهم قتلوا والدتي أيضا. خرجت من السجن فبدأت بتلقي العلاج في المستشفيات، وبعد ذلك دفعت لأولئك الظالمين 100,000 يوان حتى أستخرج جواز سفر سرا، ففعلته وهربت من بلدي. هدمت مساجدهم التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين، وأغلقت آلافا منها، ومنعتهم من الصلاة أو الصوم أو ارتداء الحجاب. ورغم أن مخزونهم النفطي ضخم جدا، إلا أنهم يعيشون بفقر في أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية. فمن هم الإيغور الذين تضطهدهم الحكومة الصينية؟ قومية من آسيا الوسطى يبلغ عددهم 11 مليون نسمة، يتحدثون اللغة الإيغورية المنحدرة من اللغة التركية، وتكتب بحروف عربية، بينما لا يجيد معظمهم الصينية. جميعهم من المسلمين السنة الذين كانوا يعيشون في دولة مستقلة تدعى تركستان الشرقية، لكن الصين احتلتها عام 1949 وغيرت اسمها إلى أقليم تشينجيانغ، ومعناه بالصينية الحدود الجديدة. ومنذ ذلك الحين عملت الصين على نقل أبناء قومية هان الصينية إلى أقليمها الجديد، فأصبح الإيغور اليوم شبه أقلية في وطنهم، يشكلون ما نسبته 45% فقط من سكان هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. إلى جانب ذلك أجبرتهم الحكومة على الاحتفال بالأعياد الصينية كرأس السنة الصينية وممارسة طقوسها التي تتضمن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لإثبات اندماجهم بالثقافة الصينية تجنبا للعقوبات. لكن ما عقوبة من يثبت عليه عكس ذلك؟ الإرسال إلى معسكرات اعتقال ضخمة أنشأتها الحكومة الصينية بحجة مكافحة التطرف، وسمتها معسكرات إعادة التثقيف. بلغ عدد المعتقلين فيها نحو 1,000,000 مسلم بحسب الأمم المتحدة، بينما يؤخذ أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام التي تديرها الدولة. أما بقية العوائل التي لم تعتقل فتخضع لنظام مراقبة بكاميرات توضع في منازل الإيغور وشوارعهم ومطاعمهم وأماكن عملهم، إلى جانب تقنيات التعرف إلى الصوت والوجه وبرامج التجسس التي يجبرون على تحميلها في هواتفهم المحمولة، وأخذ عينات من الحمض النووي لجميع الإيغور، إضافة إلى شبكات من الجواسيس المحليين الذين جندتهم الحكومة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.